صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. طبعا هنبدأ فقرة برنامجنا النهاردة، الفقرة الأولى مع تحت عنوان أكلة لذيذة. طبعا اللي هتقدمها لنا، أنا مش عايز أقول شيف يا جماعة لأن بصراحة هي مش شيف، ده مايسترو الأكلة المصري، مايسترو المطبخ المصري بصراحة، المايسترو ولاء مهدي مدير أدمن جروب بهريز للأكل البيتي. صباح الخير يا شيف ولاء. صباح الخير يا أستاذ. اسمح لنا بقى في مايسترو ديت، لأن يعني بصراحة اتعلمنا منك كتير. ربنا يخليك. يا ترى هتفاجئنا بإيه النهاردة؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فتة شاورما سوري باللحمة. يلا يا جماعة إن شاء الله نشوف مع الشيف. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا حلة فيها سمنة على زيت ومقطعة فيها حتة ليا صغيرة. تمام. هنعمل الأول اللحمة. معايا لحمة ومعايا طماطم مقطعة ومعايا بصل ومعايا فلفل الوان اخضر واصفر ومعايا عيش محمراه في سمنه، او لو مش عايزه تحمريه في سمنه علشان الدسم يبقى هتحطيه في صينيه وعلى الفرن هتفتحيه بتاع الشوايه وتحطيه في الرف اللي في النص وكل دقيقتين تقلبي. تمام. عشان ما يبقاش فيه نسبه دسم. نركز يا جماعه في المقادير تاني. ادينا المقادير تاني يا شيخ. معايا طماطم مقطعه، 3 طماطمات على نص كيلو لحمه مقطعه. تمام. معايا بصلتين، معايا فلفل الوان، ومعايا عيش محمر يا اما في سمنه بلدي بيدي له طعم حلو، يا اما بتحطيه في صينيه وفي الفرن اللي في الشوايه تحت الشوايه على طول، يعني في الفرن الوسطاني بتحطيه وبعدين بتقلبي كل دقيقتين كده، يبقى هو ما فيهوش اي دسم خالص. تمام. معايا هنا ملح وفلفل اسود وبهارات وبابريكا ومعايا سنه ثوم بودره. تمام يا جماعه، كده البهارات الثابته بتاعتي. تمام، نبدا شيء. الحله فيها سمنه على النار وفيها الليه، هنبتدي نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل باللحمه. طبعا السمنه وفيها حته ليه صغيره، وبعد كده حطينا اللحمه اللي احنا مقطعينها. تمام. نحط هنا بس السمنه تسخن للرز. طبعا احنا مقطعين اللحمه صغيره عشان ان شاء الله ما تاخدش معانا سوا خالص. تمام. طيب ايه بقى اللي هتضيف عليها تاني بعد اللحمه؟ تضيف عليها التوابل ولا تضيف عليها لا لسه شويه هنسيبها بس ايه نقلبها لما تاخد لون، يعني لوحدها تشتغل لوحدها. لازم تاخد لون معانا. طيب تمام يا جماعه، زي ما انتم شايفين اللحمه الاول هتاخد لون لوحدها. تمام. لازم بقى مع التقليب المستمر كده. تقليب مستمر طبعا. تمام. لما كل واحده تتوحد مع نفسها كده، كل قطعه تتوحد مع نفسها وتمسك نفسها، واما اللحمه تاخد معانا لون. يا جماعه زي ما قلت لكم مايسترو المطبخ المصري. ده رافع معنويات يا استاذ اسلام دايما. لا والله ده بجد فعلا، انا عن نفسي بصراحه بدات اتعلم حاجات كتير في المطبخ ربنا بصراحه. ربنا يخليك، انا معاك اهو اعلمك كل حاجه ان شاء الله. لا ده تمام كده، انا كده زي ما قلت لحضرتك هتساعد مراتك بقى ان شاء الله. لا ده مش بعيد، انا اللي اطبخ. يا تقعد هي بقى تيجي تطلع مكاني في البرنامج ان شاء الله. خلاص اللحمه خدت لون معانا. تمام. زي ما انتم شايفين يا جماعه اتقطعت بسيط خالص عشان ما تاخدش معانا وقت في التسويه. معايا البصل، نضيف البصل بقى، دي اول حاجه بتضاف طبعا. تمام. شوف يعني بصراحه يا جماعه بتمتعنا كل يوم باكله شكل بصراحه، ويعني كل حلقه بحاجه جديده بصراحه. بعد ما اللحمه تبدا تاخد لون نحط عليها البصل. نحط البصل. تمام. اما يتقلب شويه كده. تمام. في الجهن ورا شويه كده اهو. تمام. تمام. هنحط معانا التوابل بتاعتنا. معايا الملح. معلقتين ملح. حسب الرغبة. طيب يا جماعة الملح ده على حسب الرغبة بقى، مش بعد كده الفلفل الأسمر. بهارات. توم بودرة. توم بودرة. ده متوفر طبعا في المحلات. عند العطارين. محلات العطارة يعني. كلها في السوبر تمام. ماركت. يعني مش توم وانت اللي طحناه او كلام من ده، ده متوفر. طيب متوفر. تمام جماعه متوفر التوابل دي كلها الوقت عاد متوفره في السوق اصلا. وسنه بابريكا. تمام. مع التقليب برضو تقليبه بقى كده. طبعا زي ما انتم شفتوا التوابل كلها اللي اتحطت مع التقليب برضو زي ما انتم شايفين تاني، تقليب مستمر، تقليب جيده يعني تقليب كويس. في الاول حطينا اللي السمنه مع حته ليه، وبعدين اللحمه تتشوح، وبعدين نزلنا باللحمه، وبعدين البصل تاخد لون، ونزلنا بالبصل، وبعدين البصل عشان يكرمل مع اللحمه. تمام. وبعد كده التوابل بتاعتنا يا جماعه. وتوابلنا الملح،
زي على حسب الطلب، الفلفل الاسمر، الثوم والبابريكا والثوم البودره. تمام، هنسيبها بقى مع نفسها كده تاخد وتدي. في ممكن اضافات تانية مثلا ممكن تضيفها انت على حسب الرغبه مثلا، لو انت بتحب بقى نوع تاني من انواع التوابل عاوز تزود زود، مفيش مشاكل. هنسيبها بقى ايه مع بعضها كده على ما اللحمه تاخد وتدي مع بعضها، وكل شويه هنفتح نشوفها، لو الميه نشفت منها واللحمه ما استوتش هنزود ربع كوبايه ميه يعني حبه بحبه. تمام، نركز يا جماعه في الكلام اللي بيتقال. ماشي، معايا هنا حله فيها سمنه على معلقتين زيت. هنعمل الرز البسمتي، ومعايا نص كيلو رز، ومعايا ملح وفلفل اسود وبابريكا، ومعايا كركم وبس. تمام تمام ماشي. معانا مدخله، صباح الخير يا استاذ محمد. ومعايا بصل. معاك يا باشا. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الفل يا فندم، اخبارك استاذ محمد؟ معايا بصل وجزر. الشيف مع حضرتك، اتفضل. نورت الدنيا كلها. الشيف مع حضرتك، اتفضل. كوره بس والله على اللي بتعمله دي، والله ربنا يخليك. هننزل بالبصل في السمنة. منوره، ربنا يخليك يا استاذ محمد. النور نورك والله، ربنا يبارك فيك. انا سعيده قوي بمكالمتك دي. انت نورت الدنيا النهارده يا استاذ محمد. الفته دي والله العظيم، ربنا يخليك. لا الشيف بصراحه بتقدم لنا اطباق مختلفه وممتعه جدا. الاصناف اللي بعملها معاك بتقدم لنا، ربنا يسعدك. ايه رايك؟ تسلم لي. ايه رايك في الاصناف؟ بتعجبك الاصناف؟ ترى والله يا سيدي. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك يا استاذ محمد. ربنا يكرمك ونورت الدنيا كلها ونورت الشاشه. شكرا يا استاذ محمد، شكرا يا استاذ محمد. تاني كده اللي حطيتيه تاني في شيف والاستاذ محمد كان بيتكلم. حطينا معلقه زيت، معلقتين زيت على معلقه سمنه. نركز ونزلنا ببصلايه مفرومه مش ناعمه قوي، يا دوب تبقى مخرزه. تمام يا جماعه، يعني ده عشان الرز البسمتي. تمام، عشان فكره الرز البسمتي ده تحس ان هو صعب دايما كده، في ناس تقول لك ده صعب مش عارف اعمله. بالعكس ده سهل جدا والله، يعني انا شفت ناس كتير تقول لك صعب الرز البسمتي. لا لا، سهل جدا. البصله يا دوب هتتخدل. تتخدل ازاي بقى؟ يعني تبقى سفيري. عشان بس ايه ناخد بالنا. لا، هم اصحاب الشيفات والمطابخ التانيين اللي بقول ايه؟ يعني اطلع انا منها. الشيفات كده كده عارفين يعني ايه تتخدل. البصلايه دوب بقت صفرا بس كده. صباح الخير يا استاذ شاديه. صباح الفل عليك، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. منين يا فندم؟ ميت غمر. اهلا وسهلا بشعب ميت غمر. يا صباح الفل. اتفضل الشيف مع حضرتك. يا صباح الفل. صباح الخير يا لول، منوره الدنيا كلها يا ست الكل. هي احسن شيء، ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك ليا يا رب. انا مستنياك علشان اتفرج عليك يا لولا حبيبتي. الله يخليك يا استاذه شادي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والحلاوه؟ لا بصراحه بصراحه والله مش عشان هي واقفه، بجد بتعمل حاجات كويسه جدا بصراحه. انا عن نفسي بدات اتعلم منها خلاص. اليوم بيبقى جميل بوجودك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا استاذه شادي. الله يصلح حالك يا بنت، الله يصلح حالك يا حبيبتي. الله يخليك، الله يخليك، نورت الدنيا كلها يا حبيبتي. تسلميلي، تسلميلي يا دول. الله يخليك يا حاجة شادي. شكرا. ايه رأيك؟ شكرا حاجة شادي. البصلة اتقطع؟ حطيت انت الرز كده بالرز. تمام، ونزلنا بالرز. ونشوح الرز كده شوية مع البصلة. انتوا شايفين كده يا جماعة. تمام. واحنا شغالين ما ننساش اللحمة بتاعتنا. بص برضه على اللحمة. نقلبها. تمام، بصوا اللحمة بالبصل بدأوا ينزلوا المية بتاعتهم هتستوي فيها. تمام. الريحه هنا يا جماعه بصراحه حاجه من الاخر. احنا بس المشكله ما ينفعش ناكل الوقت لما الاكل يخلص. نايبك متعني يا استاذ اسلام. لا لا لا، نايبه ده في الفرح بقى. المره اللي فاتت ما خدتش حاجه. لا في الفرح. صباح الخير يا استاذه سمر. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير، اخبار حضرتك؟ سموره حبيبتي. الشيف مع حضرتك، اتفضلي. معايا جزر مفروم نزلنا بيه. صباح الخير. صباح العسل يا قلبي. صباح النور. الدنيا في حالها يا لول. ده نورك يا حبيبه قلبي، ده نورك. ازيك؟ عامله ايه؟ القمر اللي على الشاشه ده. ربنا يخليك يا حبيبتي. ايه رايك؟ عسل ما شاء الله. لا إيه؟ عسل ما شاء الله. انا بتعلم والله منك يا لول، وانت عارفه. حبيبه طيب. قلبي حبيبه قلبي يا سموره، ربنا يكرمك يا حبيبتي. ربنا يجعلك يا رب احسن شيك في الدنيا في حالها. حبيبتي حبيبتي طيب. ربنا يخليكي ليا يا رب، ويسلم لي دعاك الحلو ده. حبيبتي يا لول وحبيبه قلبي يا لول، منوره الدنيا يا قلبي. نورتي الشاشه النهارده. حبيبتي يا شرف، انت احلى شيء. هي شرفتنا بصراحه النهارده باتصالها، ده شرف لينا النهارده في البرنامج والله، واحنا سعداء بسماع صوتك يا استاذه سمر. شكرا يا استاذ اسلام. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. بالتوفيق يا لولو، بالتوفيق. الله يخليك، شكرا. شكرا يا استاذ سمر. شكرا يا حبيبتي، تسلمين. تاني اشوف كده مع يا جماعه عشان الناس تتابع معاك. الرز البسمتي حطيت ايه تاني؟ انا حطيت فيه ده يعني اختياري، الجزر انا ببشر جزرتين او بضربهم في الكبه. طب خليك معانا شويه ورايانا عشان نبقى باين في. الجزر انا حطيت السمنه وبعدين نزلنا بالبصل. تمام. خلاص تمام، البصل بقى سفير، نزلنا بالرز،
وبعد كده انا بحب احط جزرتين بيدوا لون جميل قوي. في ناس بتحب بتحط لون تاني علشان بيبقى يعني بيختلف شويه، بيبقى لون اورنج مع لون الاصفر. تمام. فده بيبقى طبيعي اكتر، وطبعا مواد كلها طبيعيه من عند ربنا، مفيش احسن منها، احسن من الالوان. طبعا طبعا كلها. طبعا. صباح الخير استاذه اميه. صباح الخير ليكي استاذ اتلان، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا فندم، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا ست ولاء؟ منوره. صباح الفل. بنورك يا قلبي، بنورك. عامله ايه؟ نورتيني. الحمد لله بخير والله. عملت الكوردون بلو يا شيف ولاء، طلع تحفه. حبيبتي خلاص والله. خلاص هتحطنا راي حضرتك بقى كمان على البيج بتاع المطبخ. انا مبسوطه ان انت بتنوريني كده في حلقاتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. تمام يا استاذه امنيه، ربنا طبعا طبعا. مستنيين راي حضرتك على بيج المطبخ. لا عينيا، حاضر. يعني اكيد هيبقى رايي، يعني هيبقى رايي ان انتوا احسن قناه عشان معاكم الشيف ولاء. يعني الله يخليك. لا هو واضح ان الشيف ولاء يعني الناس كتير بتعزها، يعني واضح من المكالمات. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك. انا بستنى تليفونك ده كل حلقه على فكره. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا اتعودت كل حلقه انت بتتصلي بيا. اتفضل حبيبه قلبي. دلوقتي احنا عملنا عجينه البيتزا ونسينا نحط الخميره، ويعني مش اول مره ننساها، نعمل ايه؟ موقف زي ده شيف، المفروض الحل ايه؟ هقول لك. خلاص تمام، الشيف هترد على حضرتك. انت حطيتي مقاديرك مظبوطه. خلاص هتجيبي ربع كوبايه ميه وتدوبي فيها الخميره بنص معلقه سكر، ده في حاله ان انت بتكوني نسيتي الخميره. تمام تمام، كملي حضرتك يا سماح. وبعدين هتقومي مزوده ربع معلقه الخميره بتاعتك على، وتدوبها في ربع كوبايه ميه. تمام. وبعدين تقومي حطاها على العجينه، وبعدين تقومي مزوده معلقتين دي لو لقيتها حبه. خلاص تمام. اتمنى ان وصلت المعلومه. سمعت المعلومه. نحط معلقه كركم كمان. تمام. حطيتي انت زودت الميه والكركم. تمام. حطينا بقى الميه على كل كوبايه رز بسمتي. تمام. بنحط كوبايتين ميه، مش زي الرز المصري بتاعنا. تمام. صباح الخير يا استاذ رجب. محتاج ميه شويه. ونحط بقى. نعم. صباح الخير يا فندم. طب على الشيف يوصل. الشيف مع حضرتك. كتير. الشيف مع حضرتك. اتفضل الاستاذ رجب. سلم لي عليها. اهلا بحضرتك يا استاذ رجب. هي سامعاك يا فندم. الله يبارك فيك يا فندم. انا بصراحه عايز اشكرك على كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم. تحت امر حضرتك بصراحه. يعني ما انا لسه بقول لك الوقت يا استاذ رجب، مايسترو المطبخ المصري. الله اكبر، اللهم صل على النبي. بصراحه عليه الصلاه والسلام. لا احنا ما بنحسدهاش طبعا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك وجمال. وابعت تحياتي لفريق الاعداد المحترم. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. والله شرف ليا. لا على فكره الاتصال ده شرف لينا والله، من الاقصر. يعني تحياتنا. صباح الخير لاهل الاقصر اجمعين. اهلا بيكم، نورتونا اهل الاقصر كلهم. بصراحه ايوه عجبتني الحاجات اللي بتعملها، وقلت لازم اكلمها واشكرها واقول لها تعالى يا مصر. ده شرف لينا يا استاذ رجب. نورتني ونورت القناه ونورت الشاشه. والله على الكشك يا شيخ، نفسي اعمل الكشك. الكشك؟ طيب هنعمل لك الكشك. هنعمل لك الكشك يا حاج رجب. نعمل لك الكشك تحت امرك. هنعمل لك الكشك في حلقه باذن الله. شكرا يا حاج رجب. حلقه مخصوص يا استاذ رجب. شكرا يا استاذ رجب. شكرا ان شاء الله. تابعي معانا اللي عملتيه تاني في الرز يا شيف. هنقول بقى الرز احنا عملنا فيه ايه. تمام. احنا هنعيد من اول وجديد. معلقه سمنه على معلقتين زيت، ونتبل فيهم البصلايه لما تبقى سفيري اصفر. تمام. خلاص. وبعدين ننزل بالرز نشوحه شويه، ومعايا جزرتين انا بشرهم، ده اختياري. يا لا ممكن تحطيهم، ممكن تستغني عنهم. تمام تمام. هنحطهم ونشوحهم، وبعد كده ننزل بالرز ومع على كل كوبايه رز بسمتي كوبايتين ميه، ونحط تمام. بقى الكركم وملح وفلفل اسود وبهارات وسنه البابريكا. بابريكا. لا انا حفظت كده. تمام. برافو عليك. كده انا تمام. تمام كده. تمام. نغطي عليه بقى. نبص على اللحمه بقى يا جماعه كده، نشوف اللحمه وصلت لفين. الله عليها. الله الله الله. المهم ما ناكلها الوقت وخلاص يا شيف، لازم تكمل الاكل. لا لا خلاص نكمل. نعتبرها وصلت. تمام تمام. خلاص اللحمه دخلت في السوا ما شاء الله. اللحمه يا جماعه الريحه هنا بصراحه. يلا الحمد لله ما شاء الله. خلاص هنعمل أكلة إيه بقى؟ كلها باور على الصبح. هنجيب الفلفل بتاعنا، فلفل الالوان، وننزل بيه نضيفه على اللحم. تمام. طماطم مش هنحطها دلوقتي طبعا يا جماعه، كله بالتقليب المستمر. كله تقليب مستمر كده، تقليب مع بعض عشان الحاجه تندمج مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. الحاجه في الحله اهيت. شوف شكل اللحمه عايزه تتاكل لوحدها. الاتصال ده اتصال مباشر، ما نقدرش ناخره. صباح الخير يا حاج ميمي.
السلام عليكم. ده تاخد غياب على طول. السلام ورحمه الله وبركاته. الاتصال ده حضرتك ميمه بالرجاله. امال الاتصال ده لو خلانا نتاخد غياب على طول. صباح الخير يا حاج ميمه. المره اللي فاتت انت طلعنا معاك، المره دي بقى حرمتنا من الطلوع ما يجراش حاجه. لا لا لا، ما نقدرش ما نقدرش، ده احنا نعمل لك حلقه لوحدك يا حاج ميمه. حبيبي ربنا يبارك لك، مع ان انا جهزت السمك وطنيت السمك، بس انت بقى خلاص تمام يا انا تمام. انت كده كده عم تنضف السمك، نكون احنا جهزنا الصوان. حبيبي يا استاذ اسلام والله حبيبي. انا بتشرف بوجودك مع الشيف. الله يخليك، شرف لينا. ان شاء الله تطلعوا سوا كده ونشوفكم في احسن حاجه في الدنيا كلها. يا رب. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. الله يبارك لك وتفضلوا مع بعض كده ان شاء الله وتقدموا احلى البرامج. طبعا يا فندم طبعا، يعني ده شرف لينا والله وجودنا مع الشيف بصراحه. والله بجد بتمتعنا، وكفايه النهارده الاكله اللي كلها باور ديت النهارده. ربنا يعزك يا شيخ، ربنا يبارك. صباح الخير يا شيخ. يا صباح الفل. منوره الدنيا. ده نورك. تمام. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليك لينا يا رب. الفته دي انا شبعان منها صراحه، بس انا عايز الناس كلها تعرف طريقتها. هو انت المستفاد؟ طيب ما هي شغاله. طيب تمام اهوت، ما هي شغاله اهوت. طيب كده تمام. انت المستفاد. لا لا ده انا عايز الناس كلها تعرف طريقه الفته دي، جميله جدا. هي عشان حلوه قوي ومغذيه ومفيده وفيها كل العناصر الغذائيه، قلنا نعملها لهم النهارده. تمام، ويكفي ان هي سوري بقى دوله شقيقه. ماشي. شكرا يا استاذ. شكرا يا استاذ ميم. شكرا. هنعمل معانا سلطه حلوه قوي، عباره عن زبادي على مايونيز. طيب. علشان المايونيز ما يبقاش لاذع قوي، يعني طعمه لوحده بيبقى ساعات بيجزع، في ناس مش تمام. مش بتحبه قوي. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ اسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كملها يا شيف، زي ما احنا المايونيز والمايونيز وعليهم الزبادي. قد ما هنحط مايونيز هنحط زبادي. تمام. الكميه تبقى واحده. تمام. ومعايا سنه ملح صغننه بسيطه جدا. حاجه بسيطه يا جماعه، دي سلطه ايه انت قلتي؟ مايونيز. سنه سكر صغننه. دي سلطه ولا ايه؟ دي سلطه زبادي بالمايونيز. دي سلطه زبادي بالمايونيز يا جماعه. تمام. يعني هنعمل ايه صح اكتر من كده؟ سنه زعتر. زعتر. يا نهار ابيض. سن التوم بودره صغننه خالص. تمام. شويه حبه البركه بتدي لون جميل قوي قوي قوي. لما هي ده اللون انا بحبها. ده كده هي كده خلاص. بس خلاص طبق سلطه يا جماعه اهوت، يعني حاجه بسيطه وخفيفه جدا، ومفيش في يعني مفيش اسهل من كده بصراحه. تبقى وجبه كامله متكامله معانا ان شاء الله. ده هي كده وجبه تمام بصراحه. شوف الرز بتاعنا ونتابع حاجتنا مع بعض. شوف الرز يا جماعه اصفر كده، خد اللون الذهبي كده. يا ريت الكاميرا تخش لنا عليه، ده خد اللون الذهبي. تمام. دقيقتين ندخل في السوا ونشوف لحمتنا. صباح الخير ام رانيا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي الشيف مع حضرتك. يا شيف ولاء. يا صباح الجمال. صباح النور، ازيك يا استاذ اسلام؟ صباح الخير يا فندم، صباح الخير عليكم وعلى كل اللي مع حضرتك. يا صباح الجمال، الدنيا نورت كلها. حبيبه قلبي. صباح النور. نورت الدنيا كلها يا ست الكل. لا نورك يا حبيبتي. والله الدنيا كلها يا لولو والله. حبيبتي شرف ليا ان انت قاعده ومستنيه البرنامج، ربنا يخليكي ليا. والله ما انت عشان اكلمك يا لولو واشوف انت هتعملي ايه. حبيبه قلبي والله. هي عملنا النهارده طبق جميل جدا النهارده بصراحه. ايه رايك النهارده في الاكل بتاعنا؟ تسلم معاها والله. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. الله يخليك. انت منوره الدنيا يا لولو والله، وبتعملي حاجات جميله. الدنيا منوره بيك يا حبيبه قلبي والله. ده انتوا منورين والله العظيم، ربنا يعينك ويوفقك يا رب. الله يخليك يا فندم. الله يخليك ليا يا حبيبتي. حبيبه قلبي ويسعدك يا لولو. الله يخليك قلبي، ربنا يخليك ليا. نورت الدنيا كلها النهارده. شكرينا ام رانيا. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك ومتشكرين. شكري كده طبعا. العيش ما بيتحطش بقى في النار ثاني خلاص كده؟ لا خلاص، انت كده احنا قلنا يا اما نحمصه. تمام. من غير سمنه، يا اما نحطه في سمنه زي ما قلنا. تمام. تمام. وبعد كده تحطه بقى في الطبق. نحمره في سمنه. تمام. عشان بقى هنزوق بقى ونشوف الطبق بيبقى ظريف قوي قوي يا استاذ اسلام. طبعا يا جماعه كل حاجه بتبقى بتبان فيها في الفينش النهائي بتاعها، بتبان اكتر في الفينش النهائي بتاعها، الشكل النهائي للطبق اللي الشيف هتوريهولنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله. احلى حاجه انها اكله سريعه ما بتاخدش وقت. تمام. مفيده فيها كل العناصر على فكره يا جماعه. من اسمها كده، من اسمها فتت شاورما، مش هتحس ان هي هتاخد وقت، انما هي بصراحه ما فيش اي وقت خالص. صباح صباح الخير يا استاذه ساره. الو. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اخبار حضرتك؟ صباح الخير على اهل اسكندريه جميعا.
الاكل الاكل زين على الحكي حلو خالص. شكرا للاستاذ، شكرا ليك وشكرا لكل اللي عمل كده. الله يخليكي يا الله يخليكي يا ساره، الله يخليكي، نورتي الدنيا. اهل اسكندريه وناسها احسن ناس في الدنيا. الجو عندكم عامل ايه يا ساره؟ الجو حلو شويه كل يوم فيه. طيب تمام ماشي، شكرا يا ساره. نورتي يا ساره. انا عندي 11 سنه وبحب السفريه. الله يخليك، والشيف برضو بتحبك. وانا بحبك برضو يا قلبي. وانا بحبك. معنا يا جماعه ساره، بنشكرها بنشكرك يا ساره، وبنشكرك تاني، البرنامج كله بيشكرك على المداخله الجميله ديت. وعندها 12 سنه يا جماعه، وبتحب الشيف ولا جدا، والشيف ولا برضو بتحبك. وانا بحبك قوي يا قلبي والبرنامج والله. كله انت نورتي الدنيا يا ساره. والبرنامج كله بيحبك يا ساره. صوتك جميل. يلا نحط بالطماطم. الطماطم يا جماعه في الاخر خالص. اخر حاجه. تمام كده يا جماعه، احنا خلاص فاضل لنا دقايق ونطفي. تمام، يبقى نحط الطماطم اخر حاجه. تمام، شايفين الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ طبعا يا جماعه، زي ما هو شايف قدام، زي ما واضح قدامكم في الكاميرا كده، واحنا هنشوف احنا بقى الشكل النهائي. تمام كده يا شيف، تحفه بصراحه، فظيعه الاكله دي، انا بموت فيها. لا والله احنا كمان شكلنا هنموت في الاكله دي. خلص الرز اتشرب معانا، ما بياخدش وقت كده. الرز يا جماعه تمام، ده الرز البسمتي سريع طبعا. انا كمني واخده خلاص تمام كده، على اني بعمل الرز على طول، فمش بعير الميه علشان انا عارفه معياره كمني ايدي فيها. طبعا انا متعوده على طول بتعمله باستمرار، بس هي كده كده عرفتكم كل المقادير كلها. دي بديك المقادير المظبوطه. تمام، ان هي على كل كوبايه رز كوبايتين ميه للرز البسمتي، مش الرز البلدي المصري كده بقى. لسه طلنا تمام عشان الوقت. خلاص يلا كده، خلاص احنا قربنا نطفي، والرز خلاص قرب يستوي. الرز الرز البسمتي على فكره، الرز البسمتي حلو يعني قوي في الهضم. اتفضل. وبيستعملوه في الرجيم. يا جماعه زي ما انتم سامعين اهوت، لسه الناس بتسال على فوائد الرز البسمتي في الرجيم. وايه تاني؟ في الياف بتساعد المعده على انها تهضم بسرعه. تمام يا جماعه، يعني اللي عايز يهضم بسرعه يخش على الرز البسمتي. تمام، عشان كده بتلاقي الهنود دايما رفيعين كلهم، ليه؟ اكلهم كله رز بسمتي. لا هم عشان طبيعتهم صعبه. خلاص الرز كده تقريبا استوى معانا. الرز كده يا جماعه خلاص، نحطه بقى. خلاص بسم الله الرحمن شيف. الرحيم. يلا يلا يا جماعه، شوف شكل الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. أكلة سورية بسيطة يا جماعة، وكنا مفكرين من الاسم إن هي هتاخد وقت، لكن ولا يعني وقت ولا أي حاجة خالص، ولا أي حاجة والله، ولا حسينا بيها بصراحة. خلاص تمام. طبعا بقى الريحة هنا أنا اللي شاممها لوحدي بقى، معلش. احنا قلنا الطماطم بنحطها آخر حاجة خالص. تمام، قبل ما نطفي على طول. بتدي لون جميل قوي، تبقى فريش، ما بتبقاش إيه مستوية للآخر، تبقى نص سوا كده، بتبقى جميلة قوي. تمام خلاص تمام. نحط بقى الرز، نحطها بقى كده فين على الرز، فينش بقى كده، عايزين فينش النهايه بقى كده بالشكل ده. زي ما انتم شايفين يا جماعه شكل الطبق قدامنا، يعني الحمد لله. ايه رايك يا استاذ اسلام؟ لا انا عن نفسي بصراحه مبسوط والله، بجد والله يا شيف مبسوط. اكله سريعه بجد والله، مبسوط مفيده، ويكفي ان هنا بجد يعني الريحه بتدل على الطعم، فيها خضروات، الريحه بتاعت الطبق نفسها بتدل على ان الطعم اكيد هيبقى حاجه ثانيه. خش بالزوم بقى على الطبق ان الفينش النهائي يا جماعه. معايا السلطه كمان، لسه السلطه حط عليه. ايوه، ولا تاكل جنبها كده تزيين بقى يا استاذ اسلام؟ تزيين؟ لا طيب خلاص تمام. لا طالما تزيين ما نقدرش نقف في طريق التزيين. زي ما انتم شايفين يا جماعه يعني الحمد لله تمام. طيب معانا ندوق، ادي شكل طبقنا النهارده. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده الفينش النهائي للطبق، فتت شاورما باللحمه السوري. ايه رايكم بقى؟ زي ما نشوف، شايفين الجمال؟ شوفوا شكل الطبق، الشكل النهائي يا جماعه، الشكل النهائي طبعا. حاجه النهاردة بجد حاجه، الريحه مش عايز اقول لكم عامله هنا ازاي، والريحه طبعا بتدل على الطعم. حاجه سريعه وجبة جميلة وسهله جميلة وفيها جميلة جميع العناصر الغذائيه وجبه جميله جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين. وطبعا بالاضافه للسلطه برضو ان احنا زينا بيها بقى كمان، تزودي مع بعض بتاع السلطه، زودي جنب الاكل اللي احنا زودنا بيه. اكله حلوه قوي وخفيفه وبتتهضم بسرعه. يلا وان شاء الله المره الجايه مع بعض نقدم لكم، هتبقى مفاجأة برضه. مش هنقول على الطبق الجاي يا جماعة عشان هنخليه لكم مفاجأة، وبنقول لكم انتظرونا الأسبوع القادم في نفس الميعاد مع المايسترو المطبخ المصري الشيف ولاء. ربنا يخليك. هنخرج فاصل وراجعين.